يقول السائل: ما صحة حديث داووا مرضاكم بالصدقات؟ هذا وارد وعلى ألسنة الوعاظ والمذكرين، وأنا لا أعرف يعني صحته ودرجته، ولكن المعنى صحيح، إن الصدقة فيها خير، فيها ويشفي الله بها المرضى ويدفع الله بها البلاء، فهي دفع للبلاء ودفع للشر، ما في شك في فضل الصدقات وثواب الصدقات وآثارها على المسلم. نعم.